جامع الصوب الصغير أو ما يسمى الآن بجامع الخليفة يقال إن تاريخه يعود بناء إلى عهد الخليفة الأموي عمر بن عبد العزيز رحمه الله سنة 99 هجرية، ولكن الأصح المسجلة عندنا في دائرة أوقاف ديالة إن تاريخ الجامع مسجل بالأوقاف سنة 1870 ميلادية، وفي هذا العهد كان الإمام والخطيب الموجود في الجامع هو الشيخ عبد الله ابن نعمة الله، هم كانوا متولين الجامع، لأن أرض الجامع والحديقة الملحقة به اللي كانت تسمى بستان صغير مساحته 2.5 دونم كلها تعود لهم ملك صرف، وهم أساساً بنوا الجامع في أملاكهم وكانوا يتولون على خدمة الجامع من الناحية الإمامية والخدمة. وبعد وفاة عبد الله سنة 1883 تولى إدارة الجامع الشيخ محمد رشيد ابن عبد الله حتى سنة 1923، وفي سنة 23 توفى الشيخ محمد رشيد ابن عبد الله فتولى الجامع الخليفة شمس الدين ابن محمد رشيد ابن عبد الله حتى سنة 1986 حيث أحيل على التقاعد، وجامع لا يزال يعني أرضاً وبناءً يعود لهم قبل أن يحولوه إلى الأوقاف سنة 1955 أثناء إلغاء الوقف الذري في العراق سنة 54، فحولوا الجامع من ملكيتهم إلى الأوقاف، وتم تعيين الشيخ خليفة شمس الدين رحمه الله إماماً للجامع، والشيخ الخليفة أشرف محمد رشيد خادما ومؤذنا في الجامع حتى أحيلا على التقاعد. أبشرناهم بغلام حليم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام كنت أسكن منطقة آغا خليفة، كون داري قريب عن الجامع، كنت أرى الجامع دوم، يعني أنا صغير كنت أجي للجامع ويا والدي الله يرحم موتاكم، وكنا صغار بالبداية أول ما كنا نجي كانوا يطردونا جماعة شياب راجل شياب كانوا يطردونا من الجامع، كانوا يقولون انتوا وكح ما تقعدون راحه وهذه، بعدين قالوا يا ذولا خلوهم جهال يتعلمون باشر عقبه هم يستلمون الجامع هم يصيرون اهل الجامع، واحنا تقريبا من الستينات احنا بالجامع، يعني كنت اجي ويا ابويا بعدين ويا اخويا الاكبر من عندي كنا نجي للجامع، هنا دخلنا دورات مال تعليم القران الكريم واحاديث وهذه، وعلى ايد الملا جليل احمد، وجماعة كانوا وياي بالدورة داوود سليمان محمد سليمان مكرم نظام الدين ذولا كانوا ويانا بالدورة مع القرآن، كملنا دورات مع القرآن علمونا شلون نأذن شلون نقرأ قرآن تجويد، بعدين بعد ما تعلمنا
قمنا نجي للجامع نخدم الجامع، يعني كنا ننظف ونكنس وننظف ونمسح وهذا. والجامع مو كان هيك كاشي، كان مربعات طابوق من هذا السلطاني الكبير كنا ننظف بالجامع. وما كان الفرش هيك مثل هالوقت، هذا الفرش كان قديم حصران من شو اسمه حصران عادية. أيام الصيف كنا نصلي فوق السطح، نصعد شو اسمه نصعد الحصران فوق السطح، نصلي المغرب والعشاء فوق السطح، وبالشتاء الظهر والعصر كنا نصلي قدام الشمس بالشتاء قدام الشمس نصلي فوق السطح. والجامع كان بقبب ودنق وقبب، وهذه يعني مرات كانوا الرياجيل القدامى كانوا ينامون بالجامع. شايف الجامع قريب على نهر، وكان بيه شبابيك مطلع على النهر، وما كان اكو مبردات ولا شو اسمه لو مهافي لو شو اسمه، كانوا يرتاحون يعني من يجون من الدوام يجون من شو اسمه يرتاحون بالجامع. شايف الجامع شويه يعني قبل ما كان اكو مبردات بالبيوت، وهذه كانوا يجون للجامع. الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما هو معلوم أن للمساجد دور مهم ورئيسي، ولا يقتصر فقط على العبادات وإقامة الشرائع، وإنما يتعدى ذلك، فهو السبيل إلى إسعاد الناس، والسبيل إلى الوصول إلى الناس، ومعرفة مشاكل الناس، ومعرفة الهموم. وهذا الجامع في هذه المدينة المباركة في خانقين، في منطقة آغا وخليفة، في جامع الخليفة، وهذا الجامع كان له دورا إيجابيا، بحيث أنه في هذا الجامع هناك أمور كثيرة سعى الجامع في إتمامها، وكان له دور بارز ومميز في مساعدة النازحين عندما كان التهجير، وله دور بارز ومميز في حل مشاكل الناس، وفي مساعدة الناس، وفي قضاء حوائج الناس. لذلك وكما قلنا أن هذا الجامع قدم خدمات كثيرة ولا زال يقدم، ونحن بعون الله لا نألو جهدا ولا نقصر في أن من يطلب المساعدة منا إننا لا نقصر معه. من كانت عنده حاجة فليأتي إلى الجامع، فإننا سوف نقضي حاجته إن شاء الله. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
صديق وعنده ابن، فيوافق هذا الرجل؟ كيف وأنت قد أعطيت كلامه؟ وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور. أقسمت بالله ما أخذت منه شيئا، قالت كيف تقسم بالله؟ الخير الذي يأتيك من الصدق أكثر من الخير الذي يأتيك من الكذب. تاريخ الجامع يعود إلى سنوات قديمة، وللأسف البناء القديم هدم سنة 1991 بفعل ضربه الطيارة، فأسقط البناء وعيد بناؤه، ولكن البناء القديم كان بناء عباسيا، أي ما يسمى عند المعماريين بالبناء الشفتي، عبارة عن قبب ودنك. والبناء الجديد بني سنة 1993 بتبرعات الناس. والجامع هدم أكثر من مرة، وقيل وحسب ما سمعت من جدي إمام الجامع إن الجامع هدم سنة 1912 بفعل فيضان دخل إلى الجامع، وبقى الجامع لحد سنة 1916 عبارة عن خرابة فيها الماء ولم يستطع أحد إعماره. ثم صادف إن هناك كان تاجرا في خانقين رحمه الله يسمى محمود شابندر، وكان رجلا متمكنا وغنيا، ومرض ابنه مرضا، فنذر لله إن أشفى الله سبحانه وتعالى ابنه سوف يعمر الجامع. وقد شفى الله الرجل وابنه، ثم بدأ بناء الجامع سنة 1916. ثم دخلوا الروس إلى خانقين سنة 1916 فتوقف البناء، ثم أعيد البناء سنة 1917. وحسب أقوال جدي الذي حضر البناء سنة 1916، طبعا جدي هو من مواليد 1900، يعني في سنة 1917 كان رجلا عمره 17 سنة يتذكر كل الأشياء، فيقول أثناء حفرنا الأساس للجامع وجدنا بها تمثالا من الرخام الأبيض يعود لفارس عربي، وقد أخذه الإنجليز في حينه لهم، ونعتقد الآن إن هذا التمثال موجود في المتحف البريطاني، لأن كان من الرخام الأبيض يعود إلى العصر الإسلامي الأول. وقد أكمل بناء الجامع سنة 1918 وأعيد، وقد دون هذا الشيء على حجر من الرخام موجود الآن في الجامع، نستطيع أن نقرأها ولكنها مكتوب باللغة التركية لأنها كانت اللغة السائدة آنذاك أيام الدولة العثمانية، وحتى بعد سقوط الدولة العثمانية ودخول الإنجليز إلى العراق ظل السكان لسنوات عديدة يتكلمون اللغة التركية لأنهم كانوا قد تعلموها من الأتراك. هذا ما الجامع. أما تاريخ الجامع يعني قد يقال إنه يعود إلى العصر الأموي كما قلنا في زمن عمر بن عبد العزيز، ولكنه الشواهد التاريخية لا نستطيع إثباتها الآن، كونها إن الجامع لم يدون تاريخيا في الكتب التي التاريخ مثل ما يقال، ولكن مدينة خانقين قطعا كانت موجودة أيام الفتح الإسلامي، أيام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه حين وصل إلى منطقة حلوان
وقبل معركة جلولة، ووصل إلى مدينة خانقين، وقد وصفها وصفا دقيقا حيث ذهب إلى منطقة نفط خانق سعد بن أبي وقاص، وكان بها النفط القار، يسمى باللغة العربية قار. فقد أرسل رسالة إلى الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، قال له: وجدت في منطقة قرب حلوان قارا، أحبسه أم أدعه للناس وإن الناس يستخدمونه للإضاءة؟ فأرسل إليه الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه رسالة قال: لا تحبسه واجعله للناس يستفادون منه. وكان ذلك هو النفط الآن لحد الآن موجود في منطقة نفط خانة. فهذا دليل على أن منطقة خانقين كانت موجودة في العهد الإسلامي، لأنها منطقة تعتبر نقطة مهمة جدا بين الشرق والغرب، وكان نقطة دخول إلى إيران وطريق الحرير عبر العراق. بعد ما تعلمنا بالجامع، نخدم بالجامع، وهذه تعلمنا، قمنا نقرأ قرآن، نقرأ نأذن بالجامع أوقات الصلاة، كان مفاتيح الجامع بيدينا، يعني كيف قريبين على الجامع، من يصير مواليد، من يصير مناسبات، ما مناسبات نشترك بالمناسبات، نقرأ مواليد، آني وإبراهيم شلال الله يرحمه كان وياي، نقرأ مواليد، نقرأ قرآن، نقرأ تواشيح. وقديما كان الجامع ما بي سماعات مكابرات الصوت، كان المؤذن يصعد فوق السطح بيده شمسية، خاصة أيام الجمعة يقرأ تواشيح تقريبا نص ساعة والشمسية بيده، وبعدين كان الأذان الأول، الأذان الأول كان ينقري من فوق السطح، والأذان الثاني ينقري جوا بالحرم. بعد ما جت أحداث مال التسعينات الجامع انقصف، انقصف بطيارة، والجامع انهدم تقريبا، ظل متروك لحد 1994. بنوا الجامع أهل الخير، تبرعات ما تبرعات من المنطقة، من الناس الميسورين، بنوا الجامع على هالهيكل الجديد اللي هسه تشوفونه، وعاصرت أكثر من 7-8 خطباء وأئمة مال الجوامع، منهم خليفة شمس الدين، وخليفة شمس الدين وأخوه كان مؤذن ملا أشرف، وبعدين بعد خليفة شمس الدين إجا ملا كريم، بعد ملا كريم إجا شيخ نجم، بعد شيخ نجم إجا شيخ شهيد، ورا شيخ شهيد إجا شيخ علي الطيار أبو نذير، ورا أبو نذير استلم الجامع شيخ أحمد، بعد شيخ أحمد إجا شيخ طارق استلموا الجامع، والجامع هسه تدار من قبل شيخ طارق وشيخ أحمد. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يكن نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق ف
فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. هناك تقام في هذا الجامع دورات دينية تثقيفية تطويرية، هناك دورات لحفظ القرآن الكريم للأطفال، وهناك بعدما يتم الدراسة، وهناك دورة تطويرية وتثقيفية بالنسبة لكبار السن، هناك دروس ودروس في الفقه لكي يتعلم الناس. هذه جوانب كلها وغيرها كلها يقوم هذا الجامع إن شاء الله بإتمامها، ويقوم هذا الجامع بما يستطيع لكي يكون إن شاء الله له دور بارز في حياة الناس. وأرسل عليهم خيرا أبابيل قد وصف الرحالة الإنجليزي جيمس بيكنهام الذي جاء إلى خانقين سنة 1816، وقد وصف هذه المنطقة بالتحديد، قال هناك مسجد كبير على الشط، لأنها لم تكن آنذاك في خانقين سنة 1816 سوى مسجدان فقط، وهو مسجد الخليفة ما يسمى بمسجد الصوب الصغير، ومسجد النقشبندي الموجود عبر الجسر ولكنه هدم أيضا للأسف. وقد وصف جيمس باكنهام نهر الونت وقال هذا النهر يمر قرب الجامع، وكان قديما النهر يمر هنا قرب الجامع والناس يتوضؤون من النهر قبل أن يصلوا في الجامع، وقال وهذا النهر نهر كبير وعليه قنطرة كبيرة أي جسر، وهذه القنطرة لا تزال الجسر موجود حتى يومنا هذا، أي إن تاريخ هذا الجسر أيضا أكبر أو أعمق من سنة 1816. هذه معلومات عن الجامع.